نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. حابين نطمن جماهير النادي الاهلي على بعض اللعيبه اللي النهارده حصل فيها اصابات. وليد سليمان شد خفيف في العضله الاماميه. محمود متولي هيبان بكره ان شاء الله ايه اللي عنده، اذا كان شد خفيف في العضله الخلفيه ولا ايه بالظبط ايه اللي حصل له. كابتن ناصر، عايز اكلم مع حضرتك في حاجه بخصوص الفار. عايز اتكلم على موضوع الفار وتاثيره على السمات الشخصيه والنفسيه لحكم المباراه، والعلاقه بين، يعني احنا شفنا في اوقات كتير جدا في بعض الماتشات ان الفار على طول بيستدعي الحكم، كل خمس دقائق يستدعي الحكم، كل خمس دقائق يستدعي الحكم. فبقى عندي انطباع انا كلاعب كوره ان الراجل ده بيعتمد اعتماد كلي على الفار، كويس؟ فانا كلاعب كوره هحس ان انا العلاقه بيني وبين حكم المباراه اهتزت شويه، ونفس الاحساس ده بيوصل له هو كمان. تمام كابتن ايمن، بس هو المفهوم والثقافه. هو هسال سؤال بس، هو تقنيه الفار ليه اتطبقت؟ ليه؟ السبب ايه؟ يعني ايه اتطبقت ليه؟ بتساعد الحكم، العداله التحكيميه طبعا، صح ولا صح؟ طبعا. هي المشكله ايه؟ حتى طاقم التحكيم، يعني الحكم الميدان والحكم المساعد رقم واحد واثنين وحكام الفار، هم فريق عمل واحد يا كابتن شريف. مظبوط. يعني حتى اي حد بيساعد بالقرار في الاخر خالص انت بتحقق العداله التحكيميه. ده المفهوم المفروض يكون عند حكم الميدان. لما حكم الفار بيستدعيه ما بقاش متوتر، ما بقاش يعني زعلان ان هو ممكن يعدل. احنا بنشوف كتير الناس تروحها زعلان يعدل من القرار، ما بقاش ان هو لما بيرجع طبعا بيبقى يعني لو الفار عكس في معاه في القرار بيأثر على قراراته. خلاك مش كل الحكام كده، هي بعض الحكام. ولكن هفكرك بحاجه جميله جدا يا كابتن عين. 2009 فرنسا بتلاعب ايرلندا في استاد فرنسا الدوري. مظبوط. لاند بول بتاعت لاند بول برقوله. ايوه. فرنسا تقدمت بهدف وانتهت بهدف مقابل لا شيء لصالح فرنسا. صحيح. المباراه الثانيه ما بين فرنسا وايرلندا، ايرلندا في الشوط الاولاني جابت هدف، المباراه انتهت بتعادل ايجابي 1-1، راحوا للوقت الاضافي. الشوط الثالث في دقيقه تقريبا 103، تيري اونري الكره ثابته من نص الملعب بتتعمل باص داخل الصندوق. مظبوط. تيري اونري مظبوط بيسند بايديه وبيلعب للي جاي جون. وكانت وكان الجون ده كابتن شريف وصل صحيح. فرنسا وصلوا بيه كاس العالم، وصلوا بيه كاس العالم 2010 في جنوب افريقيا. صح. وخرجوا من اول دور. هنم؟ وخرجوا من اول دور. لا بس دي وصلوا بيه. وصلوا بيه. وصلوا فرنسا وصلت لنهائي. وكانت لمسه يد صحيحه فعلا. الحرام بيضحك وحشه. في جنوب افريقيا. السؤال هنا، حتى تيري هنري طلع اعتذر وقال انا عندي استعداد ان انا اعتذر لكل الدنيا والمباراه تتعاد. انا بفكر الناس ليه الفار اتعمل؟ طيب النهارده الاتحاد الايراني طبعا تقدم بمذكره وعمل كل اللي تتخيله في هذه المباراه، هو طالب ان هي تتعاد، طالب ان هو يروح يعني يصعد لكاس العالم. عملت مشكله كبيره جدا. انا عايز اقول لك حاجه كابتن ناصر، ايمن بيسالك. انا الرياكشن بتاع اللعيبه دلوقتي بقت كل كوره الاقي 6-7 لعيبه على الحكم. وانت عارف مين اكتر ناس كمان بتروح للحكم بيكلموه اكنه هو يعني عنده لا لازم تروح للفار انت ودول ايه. انا عارف ان القانون لازم يطرد له 2، يدي انذارات، يعمل اي حاجه. فبقت الحكايه الفار دي جرأت اللعيبه حتى على الحكام. هو انا ليه حكيت الحكايه دي يا كابتن؟ اللعيبه انا بوصل رساله للحكم من فضلك استدعي الفار. الحكم السويدي، فانا عايز اسمع منك الحته. ما انا هقول حكايه الحكم السويدي اللي هو مارتن هانسون اللي هو اللي ادار المباراه. يعني حط نفسك مكانه في هذه المباراه. تعال انا عاوز اوصل رساله يا كابتن، انت كحكم ما تزعلش، ما تغضبش، ما تتضايقش، ما تبقاش متوتر لما الفار بيجيبك. الفار بيجي عشان طبقا للبروتوكول بيبقى عندك قرار ربما ركله جزاء غير صحيحه او صحيحه، بيعدلك القرار. وفي الاخر خالص انت كحكم كابتن شريف اللي تاخد القرار. بعض الحكام كل الحكام تتأثر. انا اسف اقطع كلام. نفسي كل الحكام يبقوا زي الحكم اللي حكم الفاينل بتاع اوروبا. الراجل اتشطت الكوره في صدره وجت في ايده هو لوحده تك 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 ويجري وراه. مرضيش يا كابتن، مرضيش. ويجري وراه وهو عنده الشخصيه. طبعا اللي بيتكلم عليه ايمن بقى، هو عنده الشخصيه ان ما حدش يفتح بقه في الملعب. بس كابتن شريف احنا عايزين نوصل لدي يا كابتن. بنتكلم في موضوع لعوده الثقه تاني. ممكن نقعد نتكلم في ساعه ونقول الحلول ايه، ولكن انا بقول الحلول يا كابتن ايمن. الحلول اولا انت كحكم بار طبقا البروتوكول بتتدخل في الحالات اللي هي طبقا الحالات الواضحه الظاهره الغائبه عن الحكم، وبالتالي انت كحكم لا تغضب لما بتروح للحكم المساعد عشان خاطر هو النهارده في الاخر بنوصل للعداله التحكيميه. احنا بنتكلم في الاول يا كابتن ايمن الحكام كانت بتدور بثلاث حكام، حكم وحكم مساعد. صح. يمين وشمال. الحال الدولي
لا الدنيا مش ماشيه بشكل كويس. ابتدى يحط الحكم الرابع عشان يعني يساعد، ابتدى يحط الحكم الاضافي يمين وشمال، وفي الاخر وصل لمرحله ان هو حكام الفيديو. بقول لحكام مصر، حكام الدنيا كلها، الفار بيساعدك، انتوا كلكم كفريق واحد وفي الهدف الاخص انتوا بتحققوا العداله التحكيميه. بقول لحكم الميدان لا تتاثر بالضغوط داخل ميدان اللعب من فضلك. انت لو انت الشخصيه التحكيميه موجوده كابتن شريف، صدقني لا تتاثر. احنا النهارده بنلعب بدون جمهور، لابد انك انت لا تتاثر بالضغوط. مش اي لاعب يقول لك تعالى يا كابتن الفار تروح للفار، لا، الفار ليه بروتوكول يا كابتن شريف، الفار ليه بروتوكول. عشان الحكم يروح لازم بد ان في استدعاء من غرفه الفار. بقول كمان لما تروح للفار ويعدل لك القرار ارجع ابقى سعيد ما تبقاش زعلان. ليه؟ لانك انت النهارده حققت العداله التحكيميه للفريقين. صحيح، شكرا جزيلا كابتن ناصر، متعتنا كالعاده كابتن ناصر. شكرا كابتن ايمن، والتوفيق دايما لكل حكام. السؤال يا كابتن بعد اذنك سريعا بس. حاضر. يعني ليه الفار في مصر بياخد 6-7 دقائق، وفي لندن مثلا، في انجلترا، في اوروبا، في كل حته تيك 30 فرق توقيت؟ فرق توقيت، فرق توقيت، بيبقى في تشيكنج. انهي الحلقه كابتن؟ هنجاوب على السؤال ده الحلقه الجايه. لا مفيش مشكله خالص، نجاوب عليه. اوفر تشيكنج يا كابتن، كاميرات ثانيه، حاجات كتير كابتن بيجي بيقول كتير. بس ما تنساش كابتن احمد، احنا الفار عندنا يعني جديد، يعني ايه، وعندنا برضه كمان الاوبريتور اللي موجود، والناس يعني لسه كمان يعني مش واخدين قوي على انا هسرع 5 ثواني. يقدر الحكم قبل المباراه يروح لاوض اللعيبه يقول لهم على حته الفار دي ما حدش يجي لي ويهدد انه ممكن يطرد او ممكن يدي انذار طبقا للقانون، وهم داخلين بنبه عليهم ان طبقا للقانون اللي هيجي يقول لي في اهم نقطه هياخد انذار او هياخد بطاقه حمراء. يا ريت، مفيش مشكله خالص كابتن ايمن. انا اوعدك ان احنا ممكن نتكلم في حلقه الله عن التقنيه ونشوف الحلول ايه، وده يهمنا من قرار الكابتن النادي الاهلي. احنا عندنا فتره جايه بنقدم الحلول للكل ان شاء الله وتوفيق الكره المصريه والتحكيم المصري. شكرا جزيلا كابتن ناصر. شكرا، الله يخليك. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي للمباراه الوديه والتي اقيمت بين النادي الاهلي ونادي مصر التامين، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. كل التوفيق للنادي الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله. بشكر نجوم كبار اللي شرفوني النهارده، كابتن عادل تعيمه، شكرا يا كابتن، الف الف شكرا، نورتنا. شكرا كابتن، ربنا يخليك. كابتننا الجميل كابتن شريف عبد المنعم، نورتنا يا كابتن، الف الف شكرا كابتن. متشكرين لتواجدك كابتن عادل وكابتن، واحنا خدنا ال5 ثواني بتوعنا. كابتن الكبير كابتن اسامه عرابي، نورتنا كابتن اسامه، الف الف شكرا كابتن. شكرا يا الله يخليك. نجمنا الهداف كابتن احمد بلال، شرفتنا يا كابتن، الف الف شكر. الله يخليك هداف، تسلم. الله يخليك. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق التحيات.